هي اللي حددت، هي اللي تحدي اما الان فاتح شي تمرير 2023 اللي رجعوا العهد ديال بن موسى. كان يا مكان في عهد، كان يا مكان الوزير اسمه بن موسى اللي كان جا البطل فعلا جاب المشروع 15 اللي رضيناه بالعنصر البشري. قال لي كان سيدي جلال الملفات المطلبية ديال جميع النقابات واستقبل آنذاك حتى النقابة اللي ما عندهاش تمثيلية لي تي ان خدمنا يعني الملف المطلبي ديالها وجمع هذوك الملفات كاملين بعد التشخيص والتطبيق والدراسة والفرز والتصنيف والترتيب حسب الأولوية. خرج الملف المطلبي فيه 27 ملف في الأول اللي حنا طالعين عليهم في هذيك الساعة. الفلو هي اللي جابت الملف المطلبي فيه أكثر من فات اللي فيه تقريبا 48 ملف في الأول، لأن الفنو توج والديمقراطي كانت يعني تقف مع جميع الفئات هذيك بدون استثناء. في الوقفات إلى الآن. إذن طي النهائية باش نتفرغوا للإصلاح ديال الموضوع. أنا داك كنت بقاو غير في التصور ديال بن موسى، لأن التصور ديال بن موسى كل يوم غادي نبداو في 2023 داكشي اللي بروغرامي في هاد الملفات اللي عطاتهم الحكومة الأولوية اللي هي الصحة يعني من عالي قطاع التربية الوطنية. شتو الصحة يعني من عالي راه تنزل لي ماشي يتفقوا عليه فاتح يعني 2023 اللي شتو اللي راه فيه والصحة بداو ليهم بأطار رجل 2017 وزربوا هما فقط قال لي لا خصنا نبداو من 2022 إلى آخره إلى آخره. هما راه زربوا على ديولهم المتصرفون خطيط التوجيه ومن معه مكلفون خارج سلكي الى اخره. هذاك الشيء علاش المتصرفون في 2022 لان كان بروغرامي الاطار الرجعي الماليه ما عطاتش وافقت لهم على الاطار الرجعي وغيروا الاطار الى متصرف في 2016 حين ان النقابات كون قبلت غير بهذيك الساعه ديال بن موسى ذاك التصور الايجابي ووقعت في شي تدبير المباني الاساسيه كان كل شيء هذا النظام غادي ينزل يفات يعني على النقابات هي اللي تعطي يعني الفرصه للحكومه وللوزاره باش تنصل من 8 شهور بينفعل حتى الفاتح شي تدبير ل 2023. هذوك اللي كانوا تيزعرضوا بعد 14 يناير بعد 14 يناير خارجين يصورونا ويجولون يقولوا للشغيل اجوا تسمعوا علاش حنا وقعنا في 14 يناير. فهذاك الشيء كلشي اللي درناه راه وافقت عليه الحكومه راه وافقت عليه الوزاره الشيء اللي كانوا يقولوا. ومن بين الاشياء اللي جابوها غادي نهضروا على واحد السطر اللي تسالوا ليه. قال لك راه جات راه الدرجه الممتازه راهم فتحوها ووافقوا عليها والاطار ديال الاستاذ باحيد راه وافقوا عليه والدرجة
الدرجه الممتازه بالنسبه للمزاولين راه تفاهمنا غتكون من فاتح يناير 2024. والمتقاعدين ما فيها باس، راه اللي تقاعد العام غياخذ الدرجه الخارجيه. الان لطلع ان في فاتح ماي بما انهم كانوا حقوا مكاسب وقالوا تقول لك بان الوزاره التزمات وحطت لنا كل شيء في الاقتراحات واتفاق ديال 14 يناير راه مزيان وايجابي الى اخره وكلهم تيديروا، علاش الاول ما احتفلوش في فاتح ماي؟ داروا اليوم ديال الاحتجاج، هذا اول شيء. الان خارجين تيقولوا هما نفسهم اللي كانت تقول لك راه الوزاره راه كاينه الدرجه الممتازه لهذوك الفئات الاربعه اللي قالوا الابتدائي والاعدادي وملحق الاداره والاقتصاد قالوها. الان اش خارجين تيقولوا؟ الحكومه تراجعت ولم تلتزم بالدرجه الجديده. الله اكبر، قال لك ما بقاش الحكومه ما التزمتش بالدرجه الجديده. الدرجه الجديده راه قلناها لكم شنو هي، هي الدرجه الممتازه والاستثنائيه. الدرجه الممتازه اللي المسار المهني محدود ترقيه وترقيتين مقطع 11، الدرجه الاستثنائيه اللي المسار ديالو محدود في ترقيه وترقيتين مقطع 12. الان ولو تيقول لك بان الحكومه ما وافقتش على الدرجة الجديدة، يعني ما وافقاش على الدرجة الممتازة، ما وافقاش على الدرجة الاستثنائية. شحال في الخروج راه خارجين تيقولوه. وقال لك سيدي تاني راه ما وافقاش على زيادة في الأجور. وما وافقاش على يعني مراجعة الأشطر الضريبية. حنا باش نكون واضحين، هاد المطالب اللي تيطالبوا الآن هما يلا دخلوا في هذا الاتفاق ديال 2020، لأن الاتفاق ديال 2020 30 أبريل ما كانش فيه شي حاجة من طرف ديال الزيادة، كان تحسين الدخل عبر مثلا بالنسبة للتعليم والصحة والتعليم وقطاع التربية الوطنية، مراجعة الأنظمة الأساسية، تحسين الدخل عبر مراجعة الأنظمة الأساسية، وهذيك الجملة اللي غادي نقول لها هي بمثابة أو التخفيض الضريبي، كانوا طابقين في 2022 على التخفيض الضريبي، على مراجعة الأشطر الضريبية، وطابقوا على مراجعة على تحسين قال لك اودي راه الحكومه ما التزمتش بالدرجه الاولى زياده في الدرجه ومراجعه الاشطر الضريبيه. لعلمكم ان هذا الشيء اللي تيقول لك راه ما وافقش عليه، يلا الان في 2023 في ابريل من رئيس الحكومه عطى الانطلاقه مع الباطونه ولا العامين المركزيه الطلابيه، الله عطى الانطلاقه الى هذا الشيء اللي غيكون. قلت لكم ان المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي اللي قال لك راه باقي ما داروش القانون ديالها الى اخره، النظام الوطني والعمل الحل، شكون هو هذاك؟ الدوره الاولى ولات في ابريل، والدوره الختاميه هي اللي غتكون في شتنبر. لعلمكم ان في ابريل بعد ما عطاو الانطلاقه ديال الحوار الاجتماعي بالنسبه للسنه المقبله 2023-2024 داروا شكل واحد اللجنه، وهذيك اللجنه راه كنت قلت لكم انا هذيك اللجنه راه هي غتبقى غاديه خدامه، راه خدامه هي في هذاك الشيء اللي عطاوها، اللي غتبقى غاديه تجري طوالها حتى لشو تنبير اللي غتقدم التقرير النهائي ديالها الى اللجنه العليا اللي غيطرح حساب الموسى والباترونه والامناء العامين ديال المركزيات النقابيه، وهذاك الشيء اللي غيتوصلوا ليه هو اللي غيديروا في القانون المالي ديال هي خارجين الان تيقول لك هاد الزياده في الكونترول الاشطر الضريبيه الدرجه الجديده، لان هادشي كلشي مدرج في هاد
حوار اجتماعي 2023 وماشي الحوار الاجتماعي اللي كان فات 2022 30 عام. إذا هنا نقول لك تبيعوا البنادم العادي. اليوم يقول كلام ويقول يقول للأسف الشديد أن كل شيء داكشي مبطق عليهم، سجل عليهم للتاريخ، سجل عليهم وللتاريخ أو تعمل. يا ترى يا حبيبي يا ترى وانت فين يا حبيبي يا ترى من ونساك دركاشتي يعني وقتين هم كان إشارات بحالة بغي يقولوا لنا راه الدرجة الجديدة الدرجة الممتازة راه مشات في الباي باي كاينين شي واحد اخرين تاني تي لهم اشارات بان الدرجه اللي مستعده حتى تمشي في الباي باي مقرر كما دار في الصحة ودار في قطاعات أخرى كان مبرمج باش قطاع التربية الوطنية حتى هو يكون فيه الأطار الرجعي من 2016 بالنسبة لهذا الدرجة الجديدة ولا أملك حل في حين هذا المطلب كان هو الترقي من الدرجة إلى الدرجة الأعلى من السنة 11 لأن كاين الأغلبية ديالهم باقي تعينوا بالعاشر وباقي 12 من تاريخ الحصول على الشهادة ديال الماستر لأن التذكرة النهارية توقف الترقية بالشهادة ليس تغيير الإطار بالشهادات وقف الترقية العمودية وليس الترقية لنفاجأ لنتفاجأ أنهم الآن قبلوا بالفوتات الفوتات هي الفوتات المباراة الحصيص مناصب مالية محددة معتبرة لها سواء في تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم ثانوي أو تغيير الإطار إلى أستاذ واحد للآن ولا على كف عفريت.